عم تتلج، عم بتنقط، ما وقفت من امبارح وبعد مكفاية. نضلنا طالعين طلوع نعلي قد ما بنقدر نوصل ونضلنا نقشع. وين واصلين ما بعرف. هنقص زعتر كشك لبني مع أورمة جبني مع حر بالحي القرب على الطيب هاو حليب سبيع شراب عمو شراب الدنيا بلا شراب خراب إذا ما شرب فلا بصير شابتي. نحن بقلب الغيوم عم تقوى وتخف بيطلع الضوء شوي بيرجع بيروح مسكين الطريق بعد عم تتلوج نقط حلوين المي راحت على الآخر 1770 سكر الطريق وهلا صار وقت نحن نفتح الطريق تنحضر الطرقات بهالعاصفة العظيمة تنس كلها تطلع تزور التلج. لبنان شو هو لبنان؟ لبنان البحر، لبنان الجبل، لبنان الصيفية ولبنان الشتوية، لبنان الأربع فصول ولقلي أحلى فصل هو الشتاء. التلج بلبنان، لبنان الأبيض وجبال الرائعة. من أنا وصغير بتذكر ابتداء من 800 متر كان يصير في تلج وبتطلع وطلوع 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 لحديت ما نوصل على محلات كان فيها 5 أمتار. تغير الطقس وتغيرت الدنيا بس بعده التلج بلبنان. البلد الوحيد اللي فيه بيستات سكي بالشرق الأوسط على علو 3089 هالقد بيقلو جبالنا والطقس روعة. 48 ساعة رح نقضيها أنا والشباب رح نبرم نحن وياكم رح ناكل ننبسط نتسلى نضحك ونفرجيكم لبنان الأبيض ووقت التلج هي عم تتلج وتعيشوا هالأجواء الحلوة تتعاملوا حساباتكم كيف لازم تزوروا لبنان وبأي فصل من جبال البيضة من التلج من أحلى بلد بالعالم مشوارنا بيبلش. زعتر كشك لبني مع أورمة جبني مع حر واحدة من كل شيء عند بشير. صباح النور صباح الخير صباح الورد والياسمين والطقس الحلو والشمس المشرقة Two days of fun. أنا مخفف أكل. قررت أعمل رجيم اليوم، فرح أكل منقوشتين بدل 3. نيح؟ بس. أم بشير قصة غرام، قصة قديمة، بلشت من شي 8 سنين، 7 سنين ما بعرف. أكثر كمان. وبتصير حاجز، ممنوع تطلع على الجبل عفرقية عكفر دبيان وين ما كان إذا ما قطعت عن البشير. أم بشير المحبة والعطاء والنفس واللقمة الطيبة. ودايما بسألها زيت السؤال خبريني سر عجينتك لك ما فيها سر خلصني ما نفس شو بدي أقول لك؟ عن جد يعني بيسألوني كتير إنه كيف تعمل العجينة تطلع هيك نحن بنعمل ما بتطلع يا عمي أنا تعودت أول شيء على الشغل بعدين هي السر انك تكون عم تشتغل الشغله من قلبك عن جد هي هيدا السر بالشغل قد ايه بيبقى عندي اوقات عجق اوقات بيبقى انا ببقى مبسوطه عم بشتغل مش ببقى متكرهه او لانه انا بحب شغلي بحب اشتغل بحب شغلي مشان هيك اللي عم تشتغل انت بمحبه عم تشتغل من كل قلبك اكيد رح تبرع بالشغله طبيعي يعني
فمشان هيك ما فيهاش سد. إلي شي 34 سنة، بس كنا عم نشتغل بالأول أيام الحرب، كنا عم نشتغل تحت خيمة، فمشان هيك قلنا عمر، قلنا 34 سنة. أنطوني قلنا عمر، إحنا أول مرة مرق لعنا بالصدفة دق لبناني، شو صار كل ما مرق بدو يأكل. زعتر مع خضرة لبنة، بحبها محمصة، جبنة مع شوية صوص الحار، وأورما ولبنة اللي هي نحن مسمينها عروسة لبنانيش، هي الأورما ولبنة بشو المكان بتتاكل، وهي اللي فيها هي الكونتراست بين المسقعة والسخن، بين الأورما السخنة واللبنة اللي بنحطها على البارد، هي اللي بتعطيها طعم اللي كتير اللي كتير طيبة. مشان هيك مسمينا عروسة لبنانيش الأورما ولبنة. هيدي الفيفورت عند أنطوني، هيدي المفضلة كتير عند أنطوني. وبس يصير تنزل الأورما، هلا بس تبلش تدوب تنزل الأورما، تشوف شو بيجعلوا قلبه على الأورمات اللي نازلين من المشاكة. هيدي الزعتر مع خضرة لبنة، يلا هيدي جبنة وحار، ما في أحلى من حياة الضيعة. لو شو ما قالوا لي ما في أحلى من حياة الضيعة. لبنان حلو كله كله، بس ما في أحلى من حياة الضيعة، ما في. كثير بحب التلج، بس التلج يعني إذا عمل التلج عنا نحن هون بقلب الضيعة بتعبنا، لأنه منقضي الوقت نجرف تلج تتشيل اللي يقدروا الناس يوقفوا، لا يقدر الواحد يظهر بسيارته، لا يقدر يجي. أي السنة إجا تلج خفيف، بس الحمد لله يعني إنه عملت شوية تلج الحمد لله، بس هي المفروض تكون عملت تلج أكثر كرمال تخزين الماي للصيفية، تخزين الماي. يلا إن شاء الله بترجع تعمل لها شي تلج عمراني كمان. زيت المنقوشة، زيت المنقوشة وما بزهق، لأنه زيت المنقوشة فيها نفس. وساعات بتصورها كل مره بيطلع معك لون، بس هلا الشمس جاي من برا، الوان البندوره والنعنع والزيتون والزعترات الغير شكل. سو يامي، سوبر اكستريملي انجويبلي يامي. نفس، حب، ايموشنز، وزكزك كله، خدود. منبلش بالزعتر، بفتح القبلية and then لبنة مسقعة ورمة سخنة، دايبة شوي على النار. واو واو، هي زيتها إذا عملها حدا بزيت المكونات ما بتطلع طيبة. هون بيجي النفس والإحساس، هون بيجي كمية الحب اللي بتحطها فيها كل ما تعملها. لبنان أسيديتي، فريشنس تبع بندورة، لبنة، كريمينس، لحمة، and then cherry on top، جبنة وحار. صفرة برا متن العالم، أنا وبلبنان. هاي أم بشير. هيدا شاي مع نعنع ومغلق عصابية. تعرف نحن we take it for granted إنه عنا تلج بلبنان. في ثلاث أشخاص فاتوا على حياتي تعرفوا على التلج معي. في ناس بالعالم مش شايف التلج، ما بتعرف شو يعني أبيض، مش طالع على التلج، مش حاسة إحساس التلج. نحن عنا تلج مطلع منشوف التلج، and we take it for granted. نحن من البلاد القليلة، أنا بقول البلد الوحيد، بس أنه التكنولوجيا عم تتغير،
بالشرق الأوسط اللي عنده تلج، اللي عنده 3000 متر علو، يلي بطقس مرتاح لبسين قميص وطنيع على التلج. جبال جمال، خضار، شجر، ألوان، عيون ما بتشبع، كأنك قاعد بلوحة وعيونك ما بتشبع. وبتجي بعدين بيجي الحب، بيجي العطاء، بيجي الكرم، بيجي الأكل، بيجي الشاي، بتجي التقاليد، العوايد، الجمعة الحلوة، الضحكة، endless love، المحبة، العطاء ببلاش، free giving. هول قيمتهم كتير، قيمتهم كتير كتير كتير، يا رب ما يتغيروا. وهيدا آخر وحدة، آخر وحدة واقفة على الطريق، بنسلم على الناس اللي طالعة اللي جاي. وحدة للطريق، كشك أورما. الكشك قصة لبنان الكبيرة، كشك أكلات لبنان، كشك حضارة لبنان، تاريخ لبنان، كشك صمود تراث جدود لبنان. الكشك مع أورما. Oh my God. I have a favorite. Oh my goodness. الكشك هو التاريخ. اللبن، اللبنة، البرغل، المشمس على الحيطان اللي بده 10 أيام شغل، المفروم ناعم بالضيعة على المطحن كلنا مع بعضنا. الأورما هي اللحمة الغنم أو المعزة معلية يلي محطوطة ومحضرة كرمال بالصيفية كرمال ناكل اللحمة بالشتوية. أورما وكشك مع بعضهم بخبزة الصاج الرقيقة المعروفة المشهورة كتير بلبنان، بهاللقمة في اللي بيسموه culinary heritage. جمال بيقطع النفس. عم فكر بلبنان. لبنان الرسم، رسمته الطبيعة من آلاف السنين، ملايين السنين، صخور، خضار، مي، أصوات، حيوانات اجت قعدت فيه، عصافير. بينكتب عنا كتب، بينكتب كتب عن هالجبال، عن التلج يلي شوي شوي عم بيدوب بلش يخلص من تحت، عن المي اللي فاتت ورسمت كل هالوديان، عن الخضار والربيع اللي بده يبلش يحضر حاله. وبنرجع بالزمن وبنطلع وبنقول جدودنا، جدودنا عملوا جلال، كفوا مع الطبيعة، حاموا الطبيعة، زرعوا الطبيعة، جللوا كل الجبال، استفادوا منها، أكلوا منها، ما وسخوها. واليوم دورنا، شو رح نترك لأولادنا؟ فيك تاخد اوتوستراد من نهر ابراهيم، تطلع طلعة بتوصلك تاني ميل، بتكون طالع اوتوستراد هاي واي، زفت طالع نازل، طالع طالع طالع، توصل لهون. او فيك تاخد طريق بتفرجيك جمال لبنان وكل هالصخور وكل هالوديان. تطلع من كسروان، طريق كتير حلو بتوصلك على ميروبا، من ميروبا بتفوت على امز، من امز بتوصل على ليسا، من ليسا بتكفي الطريق بتاخدك على افقة، من افقة بتكفي بتروح على العقورة، من العقورة بتنزل وبتصير وين؟ بأرطبة. عم تتخيلوا كمية الضيعة اللي بتقطع عليهم؟ هالخضار العظيم، هالوديان العظيمة، نهر إبراهيم اللي بيقطع من هون، كمية المي اللي موجودة. وإذا وأكيد حظنا حلو وحظكم كمان، الحلقة اللي شايفينها بلا تلج رح تصير مع كتير تلج، لأنه البرودات رائعين، نقط المي عظيمة، وحسين منخاري عم بيقلي في تلج وصلة.
اطلع اطلع على ارطب وصلنا ومشوارنا بكفي. شو؟ قول يا بيقول معقول تمرق بأرطبة أبو معيك على الماشي؟ فكرة تجي أرطبة أبو ريمون؟ أبو ريمون بأرطبة؟ وين رايح قاطع؟ فكرك أنت قاطع بالأشرفية هون بأرطبة أنت ها؟ أهلاً أهلاً دغري نزلنا البندورة فرم؟ أنت أصلاً هيدي البندورة على الوصلة شو عم تعمل؟ هاي البندورة بدي أعمل لك لحم بعجين بس بلا بصل، أنت بتحبها بلا بصل، هيدي بندورة على الحل هي بندورة وهيدي فريش ماشي ما هيدي قلت لك إياها زهرية حموضتها منهم فيها لا بتعصر حامض ولا شيء يا حبيبي هاي شاشة على القماش حضرتك كلام نحكي عن أوتوبية حضرتك ابن مش ضايعة نعم عرفت كيف؟ نعم ما تقلوش ابن مش ضايعة هو ابن الضايعة هو ابن كل ضايعة بلبنان عنده ضايعة ب 10452 أنا مش مع حدا أنا مع الحق ب 10452 هو عنده ضايعة بشتغل عليه ساعة بيعني بالعرق معلم مش بعتك بالعرق إذا بدك واحد بينه وبينه مين بتنقي أنا بنقي اثنيناتكم مع بعضكم بتضلكم أنت مين بس إنه الحلو اللي فيك واحد بينسق واحد بيراكلش يعني واحد بدك واحد بيقوي اه والله هم بدك انت وتقوي الله يطول بعمرك هاي بدي سلوبرات من حد البيت طب مقطفهم انا تيجي حدا بيعز علي طلعت انت الله يطول بعمرك لا ما في شيء بتدفع حقه انا سألت لك وينك والله ما بتصل عني مش عم بنزل مش عم تلحق تعمل مصاري مش عم روح مطرح لا شو المصاري لا شو القصور كل ما في قبور رئيس كله رايح بأرتبة بتطلع هون بيت التيتا هون بيت التيتا تاني عرفت كيف الله يرحمهم يعني هيز عترات ضيعة مع بندورة امي عملتهم مع زيت زيتون مطبقية هلا بشوف كيف بأرتبة بناكل منقوشة يلا يا ماما وين؟ النيبالا هلا بدي اعمل لك اياها هون مشوية على البابور شوف ما اجملها هيدي هلا اذا بتدوقها مش ضايق منها بحياتك هيدي تفضل وهذا مش اكل كورتيزون راعي بالمراعي الخضراء فوق اذا ريحت لحمه العجل احلى بس اذا عجل صغير مثل هيدا هو طازه هو نايب تاكله لك طلع فيها لك بتعرف عن الغنم هيدي هي في ليبار اسمها ساعات البيكون هيدي بالفرنسي يعني التيبون بطاطا مشويه بدها لبنه وكثير زيت زيتون وزيت زيتون هلا بتيجي اللحمه هيدي ابو هيدا زيتون شغل اختي ريتا صفي الني ونام بالبريه زال عم نزال طبيه بدي خبرك خبريه نحن عم نصور حلقة التلج تلج وينو التلج وينو التلج التلج راح تقلك ليش صاروا يطلعوا على التلفزيون كل نتفة يسموا عاصفة اسم وحدة انه جاي هاي العاصفة بتجي طبيعة من عند ربنا يعني مش لازم يسموها مثلا زينة ولحول ومدري شو يسموها طبيعة ربنا برا تجي ضلوا يلعبوا طبقة الأمازون واكتر شيء اللي التأس تعرف شو هذا وهو رجال الفضل يوفوا اللي نزلوا من الفضاء خربوا الطبقه كلها يعني صار ترجع تتحول غير مطرح بس بدك تيجي صار مش على السكر عم بقرطك هون لا هيدي مش شبعها بعد او مش شبعها شبعها بعدي عم الحي القرب على الطيب هيدي لحم عجين هيدي لحم عجين اللي بتجي اللحمه لحمه 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 مش شكل اللحمه وملزع على الخبزه لحمه سنوبر اكثر من لحمه بندوره حبه كبيره عصرة حامض ولا اطعم بحديثك اهم شيء اللحمه تكون عاملها من قلبك كل شيء من قلبك حلو أوكي. اذا وحده عم تبوسك ومش من قلبك ما بتنبسط بتقوم صاخي ها ذوقها صحتي هيدي هاي الاساس ما بتعرف حط له عرق انطونكم لحمه عم اقول لك هاي ال 2027 هاي ال 2027 انتبه انت عم تسبق الموسم هيدي الكافيار تبع احنا بعجين مزبوط هيدي الصوص والاسانس والاكسلنس بالبالونس طبعا لحم بعجين هذا احلى انطو انطو نفس يعني اليوم نفس 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 طراوه في مسلسل لياخذ نفس هي كبت ملح شوي كبت مهر شوي احساس واهم شيء على النية يعني ما تكونش عم تعمل بس هيك الطعمه بعتقد من نفس اختك مش انت مزبوط هي انا نحن بلا اختي ريتا ما بنسوى شيء وحياتك اللي ما عنده محبة. اخت حلمي ما عنده حدا شيء من القلب تفضل نحن انا بلا اختي ريتا علنا ما بنسوى شيء واو 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 مع البرد مع السقع مع الهوائيات الضيعة بعد طريق وعنا زعترات
من مدام بيروتي الام الماما يعني مقطوفين من الغابات. نعم عندنا نوعين زعتر مع بعضهم. نعم تفضل خبرني. ايه دوقهم. هلا نتفق حبيتهم وما حبيتهم بدك تكون طيبين. امي عم تحضر بدو يحبوا المعلم. بلا ام الدنيا ما بتسوى شيء. اكلوا بالزعتر اكلهم بحياتي. برافو منيح هيك. والحياه مدام بيروتي روعه. في عكاكة روعه روعه. زيتاتهم روعه. زعترات روعه. حديقتهم روعه. قصتهم روعه. حجمهم روعه. تنسماتهم روعه. روعه. برافو برافو برافو. ميرسي. مثل الزبدة. هي زبدة معلم عم خبرك. بس هي في ليمينيو هيدي ما بتحلم فيها. ها والله بطل انت يا توبيا. ليك بدي اقول لك شغلة. شراب يفوت بيناتنا بس ما رح يقدر. ما بيقدرش حدا بيزعل. بتعرف ليش؟ لا انا وياك حب صادق في يسوع بيني وبينك بس يعني ما فيش غيي. كتر خير على طول. اصلا العلاقة اذا بصير فيها تفشل يعني بلا احلى شيء. كيسك معلم؟ هاو هني هاو حليب سبيع. شراب عمو شراب. الدنيا بلا شراب خراب. اذا ما شربت ما بصير شهبتي. انا بحبك من قلبي والعالم كله بيعرف ايش بحبك. الله يطول العمر. وفيك نفس رائع. فيك محبه عطاء. فيك كميه عطاء مش معقول. هذا بيجي من عند ربنا بعد محيتك. الله يطول عمرك حبيبي. بتعلم منك كم سب جديد. الله يخليك. وحتى اللحم عجين طيبه. وحتى العجينه طيبه. وما بفل الا ايدي معبيين. اطيب شيء قلبك معلم. انا هيك في برنامج هو الواحد. انا هيك برنامج. انا هيك. الله يطول بعمرك. كله رايح وبالاخر انا بفل بيمسح ايد اللحم فيي وبقلي باي. والله وين بدي احطهم؟ دقيقة يا خي فينا كيس كبير. طبيعي انا بردت لانه شكلها عن جد مثل ما قلنا رح تبلش تتلج. شو رايك؟ انتوا جماعة الجبل في ثلج اليوم؟ خلينا نفلق بما نحمل الاغراض بعد. ربطهم على سطح السيارة. هاو من الجرد من الشاربين. هاو راسين بندورها لك. خذوا للماما تنبسط فيه. خذوا لامه. واقفة طيبة. عم اقول لك هيدي ماشي طيبة مثل البيريه يعني بتدشي وبتقرش. فض ايه طيبة. شو عم كذب عليك؟ واو واو. لا تفاحاتكم بأرطبة طيبين. ما عم اقول لك ايه كل شيء بأرطبة طيب معلم. احلى شيء شعبه. هو الجنزير الثلج عم تستعمله السنة أي عندك؟ وين بيقعد الصبي؟ لا؟ الصبي وين بيقعد؟ الصبي وين بيقعد بعدين؟ أحلى صبي هودي هون. Thank you.
رز الله ايام زمان. ناس عم تقطف التفاح، العالم جمع والضيعة هون. كمية المي عم تطلع من الارض 1936 وعم توصل من هون لهون بهالقنايات. بيسكروا قناية بيفتحوا قناية، بيسكروا قناية بيفتحوا قناية، تالكل يوصلوا مي. بتعرفوا من هون 5 سنين كانت الدنيا مفاولة تلج، مبكلة تلج، معبية على الآخر. يعني تغير الطقس والتلج عم بخف وعم بيعلى شوي شوي. بتذكر ميتها طيبة تفاحة مساعة مجلدة. One Lebanese apple a day keeps all the doctors away. معقول؟ عم تتلج. وصلنا على القلوق. على قد نقلنا من نو تلج لنص متر تلج بلحظة، ولا حتى حضرنا. تلجات برا هلا بتشوفون بلشت تتلج. رواق، ما في حدا على الطريق، بسينات مخبيين. ورح نضلنا نفرجيكم التلج، نبرم بهالجبال من القلوق إن الله راد على محمد. طيب تخدنا قبل ما تعطي. من أرطب اللقلوق وهلا العقورة. انتبهتوا هيدي السنة التلجات فيه بس كتير على العالي. انتقلنا من ما في تلج لتقريبا نص متر تلج بلحظة. فلينا من التلجات لأنه رجعنا نزلنا من هون من العقورة. رح نرجع نكفة لواط طريق مثل ما شايفين، بتنزل نزول 1 2 3، بتاخدوا المفرق اللي بيطلعكن على أفقة. من أفقة طريق كتير حلوة ما كتير معروفة، هي تخيل عقورة كسروان، يعني عقورة ميروبة. تقريبا بدها 40 دقيقة تنقلوا من جبل لجبل بلا ما تنزلوا على الأوتوستراد، تروحوا على الطريق وترجعوا تطلعوا على الكسروان. من هون رح نكفي على أفقة، من أفقة على ميروبة، من ميروبة على كفر دبيان وفريا لحديت ما الشمس تروح. نقضي ليلتنا ونكفي مشوارنا بكرة الصبح. برد عم بيزيد، حرارة 4-3 رح تنزل بعد شوي، وأنا بعتقد رح نوع بكرة الصبح مع شوية تلج زيادة. عاصفة لبنان بعدها مكفية. نقطع؟ يس أكيد نقطع. إيه؟ يس. شادي شادي. مصير حيل مصير حيل. شوف لي في تصحيط معقول يدق الشابمون تحت أو كيف؟ خالطة خالطة.
كل هالماي طالعة من مغارة وحدة، لك هالكمية الماي ظاهرة من محل واحد، من مغارة وحدة، هيك كمية وهيك تدفق وهيك قوة، إيش بينا بتشوفوها بكعب الوادي بتكون كل الشلالات عبت مع بعضها. هون هون نعمل كهرباء لكل الجبل. لو بس صخور بتحكي تتخيلوا الحضارات اللي قطعت لهون، الناس اللي اجت لهون، العالم اللي تخبت هون. عم تتخيلوا بايام الحرب شو صار هون. بس انا اللي بيهمني كمية المي والغزارة وقديش عنا غنى بهالبلد. مي روعة، صوتها حلو، عم بتكب عم تطلع من قلب الجبل، لونها رائع، ريفلكشن يمكن على الحجر الازرق، بتحسه بتشوفه لون ازرق فيه كتير قوي. اكيد الكمية ما بتشبه بس مثل النياجرا فول هاللون الازرق الغميق. وعم تنزل وبتطلع وراها دخنة مي، غبار مي وين ما كان. هيدا القلعة، هيدا المغارة مش اخد حقها، هيدا المغارة ناس مفكرتها شوية مي وشوية صخور، بيجوا من هون ومن هون وبيكتبوا اساميهم عليها. هيدا مكان سياحي بامتياز، وانطروا تتفوتوا وتقربوا ويبلش المي يقوى والصوت يقوى واللون يحلى. لا روعة. شوية مي شوية تلج، شوية مي شوية تلج، الحرارة 4 بس بعد ما عم تتلج مثل ما لازم، كتير غطايتها ما عم تساعدنا بالتصوير. برمتنا كانت طويلة طويلة طويلة، وإن الله رد بكرة الصبح رح يكون في بعد أجواء أحلى وتلج أكتر. هلأ صار وقت نوصل على الجست هاوس ونعرفكن على المحل اللي بدنا ننام فيه. تعرفنا على رشيد كتير مهضوم، هيدا بيته البنية لقلهم، هن عايشين بوحدة مأجرين وحدة لونج تيرم، عندهم بيت تحت 200 متر وعندهم بيتين فوق على طابق الفوقاني. المنظر من عنده كتير حلو، القعدة حلوة، كان مدورنا الشمينه. نطرنا 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 ومش عم تتلج، فقررنا نرجع نفل، قررنا نرجع نقول له رح نرجع لك بالصيفية لأنه كتير حبوب والقعدة عنده لذيذ. بس نحن بحلق التلج فدورنا هالسيارة وطالعين تلوح، رح نضلنا نطلع تنوصل على التلجات، منلاقي أوتيل ومنفوت لعنده. لقيتها عم تتلج بشبروح؟ اسمه بيرش، بيت خشب 100% خشب 100% مع نار جواته، قاعدة حلوة، كنبيات حلوين، very stylish
مودرن سلاش اوربن فرنتشر، خشب all the way. وتان مطبخ and lots of design. وكل هالديزاين اللي شايفينهم فيكن تفتشوا على يوتيوب وتحضروا حلقات اللي صورتهم مع ساندرا صهيون. She is phenomenal. أنتوني عنده ميتينج. نصارخ. أنتوني عنده ميتينج. إذا مش رح نظهر الليلة رح نجيب له أكل ونعمل له سوربريز ونطبخ نحن. رح نحضر. يلا مشوا معنا. هي رح تطبخ. رح نجيب أشياء فهي تطبخ نعمل أكل كتير طيب. منعمل باستا ولا منعمل ساندويتشز ولا منعمل كوك مسيو أو كوك مادام. You know how to do كوك مادام؟ أو منعمل له أفوكادو توست. Let's see هلا شو منلاقي بسوبر ماركت منجيب ومنعمل. Let's rock and roll. أول سوبر ماركت بفريا مسكر. طلعين على ساحة فريا على ساحة المزار تنشوف شو فينا نلاقي تناكل الليلة. توست مايونيز. شو بعد ما حنستعين بحدا كثير 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 حيساعدنا. مين؟ نيل اكيد مرته. بلش تتلوج. لكن الشباب عملوا لنا مفاجأة انه حبوا كتير الشاليه وحبوا المطبخ الواسع والقعدة الحلوة والشمينات دايرة والتلج اللي برا وقررنا الليلة ما نظهر فراحوا على السوبر ماركت جابوا غراض لست ايام. مين دافع؟ قلنا عشا بس علبة مالينج شو كنت طلعت؟ بلغاري مع لبنة وزيت زيتون مع شو ركز جيز نهار عظيم. نية طيبة اجوا التلجات 48 ساعة بالتلج. لبنان محلى بلد بالعالم، محل ما فيك تسبح وفيك تعمل سكي بزيت نهار، محل ما جبال بتحكي عن حالة، محل ما الطقس رائع. وهالتيم اللي بعقد الشباب بعد هو اخوة الروعة. هيك منخلص نهارنا. نهارنا بيخلص اليوم بس بكرة رح نبلش عن جديد. تلج اكسبيرينسز مفاجآت ما خبرونا عنهم. من الله راد بهذا الفيديو تتعلقوا بتنبسطوا بتقولوا احجز لي تيكت جاي على لبنان. لكن انا كنت منتظر عشا. هذا شو؟ هون تلقمش. وين البلاشو؟ هون الابيتايزرز واصلين على الطريق. حلوم. حلوم. صحتين. انجوي ذا داي انجوي ذا نايت. ثانك يو. احنا عم ننبسط نتسلى نضحك. نشوف التلجات ونعد كم سنتي ونقررات. بكرة الصبح رح نتكفي الفيديو ورح توقعوا على كمية تلج منا. رح نطلع بالسيارة وناكل الدنيا أكل وإن شاء الله توقف هيك شي نص ساعة. هالطريقة مكون عم نطلع درون عم فرجيكم عن جبال لبنان البيضاء. Good night. Good night.
جود مورنينج جود مورنينج. شو هالاحساس؟ شو هالاحساس؟ نياله اللي حاسس هذا الاحساس، احساس الوعي مع التلج، التلج، شوفة التلج، إلا غير نونا. نمنا بالليل وعينا 10 سم زيادة، تحقق الحلم، تحقق الأمنيات، وعينا على طقس رائع، برودات كتير حلوين، لابسين بس جاكيت، تقريبا الحرارة 1-2 وعم تتلج، عم بتنقط، ما وقفت من مبارح وبعد مكفاية. حلقة تلج بحق وحقيقة. ولا بحياتكم تناموا هني والمساحات واطين، بس ما كنا مفكرين انه معقول تتلج بالليل. المساحة اذا طلعت فوق التلجات بتنكسر. زمطنا منيح ما في جليد، كنا نمنا هون. اوكي احنا بقلب الغيوم، عم تقوى وتخف، بيطلع الضوء شوي بيرجع بيروح، والتلجات ضارب عليهم الشمس من فوق. اول وقفه كان لازم تكون مار شربل بفريا وقارمة فريا الحلوه، بس مسكرين الطريق، بسكروها بالشتاء واكيد هيك لازم، لانه الناس اذا حدا علق فوق بينزل بالجل، خطره كتير. كان فيها يمكن نكفي بس unfortunately not. هل الدرون بيقدر يوصل لفوق يفوت بقلب الغيوم؟ الدرون او لا بيوصل ما بعرف، يلا يمكن يغط، يمكن يغط بالجو، لانه الدرون ساعات بيشوف غيوم غطايته بيفكرها ارض وبصير يغط بالجو. Let's see. Impossible. ما قدرت اقشع بعيد عن الدرون تقريبا مترين. رجعت لانه ما بيقدر يعرف حاله وين، بس بلشت شوي تكشح من هون، تاني وقفه ساتشا بروح. رح نستفيد وقفت تتلج شوي، ورح نضلنا طالعين طلوع نعلي قد ما بنقدر نوصل ونضلنا نقشع تنفرجيكم بيستات سكي.
يلا بدها ترويقة. تعرفوا البيستات فاتحين غطايتها كتير، ما بعرف كيف رح يعملوا سكي العالم، بس الباركينج فاتح، الناس بلشت، يمكن متوقعين انه غطايتها تروح. اول ترويقة بونجور بونجور بونجور، شو بدنا نتروق عندك؟ واحدة من كل شيء، هول أربعة. جبنة، جبنة وجامبون، زعتر و مان، وات أ سمول وورلد، وات أ سمول وورلد. أنتون بيك، يعني أنت أنت ما بتقفي شيء من جمال لبنان أبدا. جمال بدك تكون موجود. هاي 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 تو أنتون. هاي قالوا لي بتاكل لقمة غير شكل عن ترس، لكن زعتر ولبنة وجبنة وجامبون، شو نسينا؟ ولبنة وجبنة، واحدة من كل شيء. بلش بالزعتر، منقوشة very crispy. نايس كرونش. هاي جبنة. والجبنة. جبنة جامبون. والنوتيلا بالآخر. نعطيك على بعدين. لأنه تذكرت ترويقة تانية. إلك. ليتس جو، وصلنا عند عفيف. بدي اعرفكم على كاركتر، كاركتر هي مش المنقوشه، منقوشه طيبه بس هو كاركتر، هو قصه. انا والحكيم الاسنان حبيب قلبي، يا اهلا وسهلا، احلى حكيم في الميدل ايست بشرفي والله، اشتقت لك والله العظيم. والله العظيم اشتقت لك، انت اول واحد بلشت معي وحيات الصليب. جيب اللبن مال الحكيم؟ لبن 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 عفوا، لبن من عشوط نزول، هون عشوط طلوع لبن. اهلا وسهلا بالمحبين، تعذبتوا ومشيتوا على الهينه، انتوا ملوك وسلاطين، القعده معكم بتحييني، انا امبراطور اللحم عجين، مركز بفوتين ما بيعنيني. يا حبايب يا حكيم الاسنان، انتوا يا حياتي عيد زواجنا، اش بدك تاكل؟ على اصابيعي. منبلش عندهم باللبن، عنده لبن، لبن يعني وقفته روعة. روعة مثل اللبن، مثل اللبن. هذه الجبنة العكاوي والحلوف بعد الشوارع، حموضة رائعة، طعم اخوات، فريشنس اميزنج. والله انا بدي 3-4 لبن اتبلش اعرف افكر معك، بعدين بنعمل لحم عجين. هي بدي لك شغلة حكيم، مثل الانجليزي هذا بقول له ايه، وان لحم عجين ايدي جيب ذا دكتور اواي. حلت خلصت، فهمت كل شيء. لحمه هنا حار على الخفيف، عظيم. يلا هنا حار، قرشه عظيمه، هنا حار، عجينه روعه. جبت السبانخ، بس بعطيك سبانخ هذا السياق طراف او سبانخ بالسياق توب. واذا بدكم ذا نيكست ليفل هيك، يلا حطها قبل ما سبانخ هيك هيك هيك. هلا الريس اشتقت لك. لو اشتقت لك زمان كان دخل شو اسمه في فوري. جبنة جبنة، عجينتك حلوة، عجينتك مهمة، رقيقة لذيذة، وطلع كمية الجبنة اللي بتجي عليها. هاي بالليوة مش عجينتك. ليك 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 الشغل الصح ليك. أيوة جبنة لونها أبيض، خلطة نوعين جبنة مع بعضهم. جبنة شوكة هلا دقل هذي، عملنا بدويل هلا دقل، عملنا بدويل. روعة. روعة روعة روعة، ملوحة مظبوط، طراوي سلاسة. كدوري كدوري مش كدوري هاي، لك بطل. وشو هالعجينة العظيمة فعلا، رقتها لذيذة، ما بتعلق، تفرط فعلا مثل البقلاوة. بعرفوا العفيف
كان عمري 10 سنين. كنا نصيف هون، نجي لعنده. بيسألك من أول للآخر، أنت مين؟ ابن مين؟ من وين؟ يا ضيعة شو بتعمل؟ صيف بترول حكي بحد هون ايه؟ وبعده صوته عالي من وقتها، كل الطاقة ما راحت. اجمالا واحد بتخف طاقته مع العمر، والله عم تزيد. يمكن العجينة أو اللحمة بعجين، شو بتتعاطى؟ المعلمة عم تعلم التلاميذ. قلتله بتحب مرسي يا طوني؟ قال لي ايه بس بكره مادة الماتيماتيك. بتحب مرسي يا حنو؟ قال لي ايه بكره مادة العربي. واحد وانا كسلان. قلت له يا كسلان بتحب اي مادة؟ قال لي المادة اجرى يا دموزيل. ايه صاخر كتير صاخر. عشسناش يلا. ونازل الصلاة وعشسناش يلا. قال له معه. هو هتمشي على الشغل اللي عم تعمل. شو عم تعمل سكيت؟ أهلا بس من هون منودع لك السروين ومنطلع صوب المتن. رح نغير الطريق ورح نطلع من حراجل كفرد بيان فقرة، رح نفوت بقلب فقرة ورح تشوف فقرة العظيمة الحلوة كتير، ومننا مننقل من كسروين على المتن تنوصل على بكيش. ببكيش في اشياء كتير حلوة، حبة كتير. ما رح نتروع عن جديد اليوم، بس رح نشرب قهوة. أنا قلت لكم كل ما أقطع من هون أم بشير ضروري أقطع لعنده. يا صباح يا حي قهوة غير شكل. يلا دقيقة بس، يلا بنزل نجيب الأكل ونحطها على الصوب. يلا عظيم. طيب رح أعمل أنا وحدة صاج بهالوقت. إذا كنت عملوها عقصولة، عقصولة لازم المنقوشة شو؟ تنقش. سو بننقشها بأصابيعنا كرمال ما تنفخ. بلشت تسخن ويلا نلقط المشحاف ومنتأكد انه بلشت تستوي قبل ما تلزق وتحترق. واحدة جبنة للشاب؟ يلا واحدة جبنة مع حار. هيدي إلك بس رح دقلك ياش اتأكد انه منيح. طب يا نفس اوه روعة نفس انطوني اما فيه. انت بتطخي لكل الناس، نحن حبينا اليوم طعميك من ايدينا. تعي تفضلي حطي لي علامة بليز. انا معود على صراحتك. ايه طيبة او لا؟ منيحة او لا؟ كيف لازم اعمل احسن؟ كيف حالك؟ كيف نعيش نفس الشيء؟ فعلت أحسن مش رح لك لا مش مشكلة. والله أنت طيبة. أنا بعرف إنك تكون أرق شوية لأن عم تجملني. منيحة. وبس منيح رح أرق. عن جد ما بدي اكل، يعني تروت اول مره وثاني مره وقلت خلص ما بدي اكل بعد. وقلنا بس رح نوقف كرمال القهوه. ملكه ملكه الصاج. او ماي جاد. لك ضحكتها، استقبالها، عجينتها، رقتها، قرشتها، مكوناتها، طعمتها. بطله، ما تروح تفتشوا محل بعيد. بالصاج she's the best. في جبنة لك. دايما بقول انت الملكة يا عمي. لا انت ملكة الصاج. وبرجع بأكد هيدا الكشك بتربح جايزة. قديش كانت القوارمة واللبنة مهمة؟ قوارمة ولبنة مزبوط. من هلأ ورايح كشك وقوارمة. على قويك، ضلك بصحتك. ميرسي بدك شيء؟ خلي لك عائلتك الله معك. وبيتك عامر وقهوتك طيبة. الله حبيبي. ميرسي باي. شتي تلج تلج شتي شتي تلج 0 degrees 2 degrees 0 degrees 2 degrees وعم بينزل هلا تلج مع مي للأسف. يعني كل هول التلجات إذا بقيت هيك رح يروحوا كلهم سوا. بس يعني الله رد الله رد رح نكفي صلواتنا. نحن من ام بشير مش معقول شو طيبة منقوشة.
فينومينال. على فقرة مشروع فقرة البوابة مسكرة مزبوط بيفتحوا لنا اياها، بننقل من بوابة لبوابة، بنصير دغري بالمتن ببكيش. وهونيك الجمال لانه في نوعية شجر مختلفة، جبال مختلفة، يعني عم ننتقل وعم نفوت بجبل صنين. روعة روعة روعة. إذا علينا إنه في حدا بيشيلنا، بس روعة. نحن وصلنا هلأ على الأرزات أو حرش تبع بكيش، محل ما كانت بيست سكي من زمان وبطلت، فعم نصحى ونفتح طريق. وإذ بلحظة مت كأنه في خط من ما في تلج لا تلج، برمنا بسكنتا وهالضيعة القديمة والبيوت الحلوة والشجر الحلوة الألوان الخريفية الرائعة. وهلأ وصلنا على منطقة زعرور أو أول جبل صنين، وبلحظة بخط واحد بلش التلج، رح يبلش يتراكم شوي شوي على قد ما عم نعلي، بس للأسف في خطايطة كتير ويمكن الألوان ما تطلع حلوة. وين واصلين ما بعرف، الرهبانية اللبنانية المارونية انطش سيدة العالي صنين. اول مرة بيجي لهون، صلنا تقريبا على علو 1700 وشوي، الحرارة 2، حدا قاطع من قبلنا، وصلنا على جبل صنين وطالعين. اول مرة بيجي بهالطريق، ما بعرف وين بتوصل، ما بعرف اذا على منفد. ماشيين ابيض نظيف، ما اجى لهون حدا، بس في سيارة قاطعة قبلنا، مين ووين راح؟ ألف وسبعمية وسبعين سكر الطريق. ناس ما اجت لهون، اللي اجى قبلنا شفت وقفت ورجعت. نحن طالما وحدنا ما رح نخاطر. بالأفرود فيكن كلكن تعملوا أفرود وركضوا عملوا أفرود، بس دايما نكونوا سيارتين، سيارة واحدة لا سمح الله علقنا ما في حدا يجيبنا، رح ننطر ساعات تنلاقي حدا قادر يكون عنده فور ويل، قادر يكون مجهز، وقادر يكون عنده جنزير يشدنا. فنحن رح نلف بلا ما نخاطر على 1970 على جبل صنين. الهوايات اللي جايين من البحر مش محميين مثل هوايات كسروان من ورا والبيستات اللي شفناهن. هون في تلج يمكن شوي أقل، فينا نقول بعد عم تتلج، نقط حلوين، المي راحت على الآخر، شيء رائع. تعرفوا شو فكرت بموضوع؟ بعد في وقت
وعبالي اتغدى شي لبناني طيب، اكل لبناني تقليدي اصيل، عشي طنجرة ورق عنب، ومشوارنا بيرجعنا على كسروان. حبيبي شو اخبارك؟ شفتوا المي كيف طارت من قلبها؟ بال 2017 تعرفت عليهم، كمان مثل العاده تلج، طلع بهالسيارة وشوف وين الطريق بتوديك. وصلت على هذا المطعم العظيم يلي بيفتح صيف شتاء، تلجت عصفت طلعت نزلت فتحين. الازاز منظر 360، الخشب الروعة، الدفع على القد، طاولات الخشب والقعدة الحلوة، بتقعدوا هون بتحسوا حالكم قراب من ربكم. انتوا قاعدين كأنكم قاعدين برا بس جوا، بدفع كتير حلو، بتاكل لقمة لبنانية على أصولها. اللبنة صح، حمص صح، التبولة فريش. قبل ما أوصل على هيدي النعناع، النعناع كل نعناعي أكبر من تانية، مقطع فيهم إيه طعمتها ذاك من الريحة. واو كاسكن، كاس هالبلد، كاس هالطقس، كاس التلجات، كاس هالنعمة، وكاس هالأكلات. Next round رح نكفي على الحمص مع لحمة، لوز، لحمة طازة، حمص. اها هيدا هو تكمل اللحمة، طراوة اللحمة روعة. هي شو اللحمة؟ بطاطا، قص ايد، حبة كبيرة. The best. And then لبنة مع أورما، أورما مفروم ناعم، الفات واللي عم تلمع مزبوط، شقف لوز للقرشة، ولا غلطة. الخيار كتير صعب، بشو بدنا نبلش؟ بدي بلش بورق عنب، بدي بلش بفوارغ، بدي بلش هون بالسنات، رح بلش بالسنات. السنات قصة كتير كبيرة، قصة كتير كبيرة. أول شغلة بتفتحوها هيك، بتقشروها إذا بدكن، بتتاكل بتتاكل كلها مثل ما هي. حامض وزيت، اف شو طيب. اف شو مستوي صح. واو تشيك، بيربح لسانات، ريكومندد. منكفي على هول فوارغ، حبة كبيرة وطويلة عم تفقع وتفرط بلا ما تمغط. رزيت مطبوخين صح، لحمة ناعمة، ريحة حلوة، طعمة خفيفة، ما بتمغط ما بتلزق، كتير نظيف، بهاراته روعة. ريكومندد. And then the moment of truth، ورق عنب
ليكم الحبة. This your dish. On sur 10. Top. Kouet. Jnoun. Bravo. Ma bien alchi. Ya hek finale, ya bala. La grand finale. تعرفوا بهالحلقة في كتير first times وبيناتهم سويق جرافي. حلمي صوص جرافي من زمان. ووهو يلا تعال نتعلم. لكن يومين رائعين، برمنا الطرقات وقطعنا كتير، قطعنا المي، قطعنا التلج، قطعنا الغيوم، الغطايطة، قطعنا العواصف، وهلا صار وقت نحن نفتح الطريق تنحضر الطرقات بهالعاصفة العظيمة تنس كلها تطلع تزور التلجات. هذا كان روعة، ترويقة روعة، نومة روعة، كل شيء عملناه كان روعة. وأنا سأتراكتور وتنفرجيكم كيف بيشرفوا التلجات.